الله وبركاته. حلقة جديدة مع الفندمنتال immunology. النهاردة هنبتدي معاكم السكشن الأولاني على الإنيت والأدابتيف immune system. قبل بس ما نبتدي لازم الأول نعرف المادة نفسها أو الإميونيتي. والإميونيتي معناها how does our body fight and defeat infections، وده بيخلينا نروح للميكانيزم أو الطرق زي جسمنا بالفايت وديفيت الانفكشنز. الفايت والديفيتنج دول في خلايا مخصصه كاري اوت ذس فانكشن اللي هي الاميون سيلز. الاميون سيلز ممكن تشوفهم سهل جدا تحت البلوت سمير، تحت بارج معينه تحت الميكروسكوب. الخلايا ممكن تبقى يعني في مونوسايتس والايسينوفيل والنيوتروفيل والدندريتك سيلز والناتورا كيلر سيلز وبيلينفوسايت وتينوفوسايت. في أنواع كثيرة جدا، اللي يفرقهم ثلاث حاجات: الحاجة الأولى عددهم، الحاجة الثانية بس كبار صغيرين حجمهم يعني، الحاجة الثالثة الفانكشنز اللي بيعملوهم. يعني مثلا لو شفنا هنا الباسوفيل هنلاقيهم بس 0.5% أو 1% بالكثير، إنما لو شفنا النيوتروفيل هتلاقيهم يعني هتلاقيهم كتير جدا مقارنة بالباسوفيل. وده ممكن تشوفه تحت البلوت سمير، يعني تحت البلوت سمير صعب جدا ان انت تلاقي باسوفيل. يعني زي ما قلنا الخلايا دي ليهم فانكشنز محددة، وده خلينا نتطرق لموضوع الادابتيف والانيت والادابتيف اميونيتي. الخلايا دي ممكن تبقى يا اما انيت يا اما ادابتيف. الانيت كل حاجة اللي احنا قلناها فوق دول انيت، الا البي والتي سيلز اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنهم بعد كده تبع الادابتيف اميون سيلز. الانيت اميون سيلز يعني refers to the response stimulated within minutes or hours within pathogen entry. within minutes أو hours لسبب واحد، إن هو إن هي أساسا not specific و don't have memory، يعني هي بس بتلحق الموقف مش أكتر. إنما بقى لو عايزين specific و response have memory لازم نروح بقى للadaptive immune cells اللي هي B و T cells. بس المشكلة إن أو هي مش مشكلة، بس الأدابتيف إميونيتي ريفيرس تو ريسبونس ستيمليتد وذين إن أراوند 96 أورز، يعني بتاخد وقت كتير شوية. بس الجود سايد إن ذيس ريسبونس دو هاف ميموري أند أنتيجين سبيسيفيك. الميموري طبعا احنا مهمة جدا، احنا عايزينها عشان لا قدر الله لو نفس الباثوجين رجع تاني الجسم يقدر يحاربها بكل سهولة. هنا بقى في لازم يبقى عندنا يعني ده fundamental concepts، يعني ان الـ innate والـ adaptive cells do work together they are not separate، يعني هما بيشتغلوا مع بعض مش مختلف، يعني مش systems مختلف. هو في innate و adaptive بس الاثنين بيشتغلوا مع بعض مش لوحدهم. والـ concept ده سهل جدا، يعني ممكن نشوفه في الـ reaction بتاع الدندريتك سيلز والاي بي سي عموما، وده هنتكلم عليه في السكشن اللي بعد كده او السلايد اللي بعد كده. الكي كونسبت الثانيه ان التي سيلز كانت تتكت باثوجنز باي اتسلف، ات نيد هيلب باي اي بي سي، وده بقى السلايد اللي بعد كده هنتكلم عن الموضوع ده ان ديتيلز ان شاء الله. هنا زي ما عايز اوضح لكم بس ان ازاي الانيت والادابتيف اميونيتي حاجتين مختلفتين. يعني مثلا لو شفنا الانيت السبيد بيبقى اسرع، بتاخد within minutes or hours، يعني في خلال ساعات او دقايق بتلاقي الريسبونس شغال وكل حاجه زي الفل. انما في الادابتيف يعني بتاخد بقى 96 hours او 96 ساعه، فلا مش سريعه يعني. بس خلافا بقى في السبيسيفيتي الانيت يعني مش سبيسيفيك خالص، هي دوب بس بتلحق ايه الموقف نفسه. يعني مثلا باثوجين انتري هي بتلحق بقى بتحاول ايه ليميت الدامج اللي بيحصل. انما بقى الادابتيف في الموضوع بيبقى احسن شويه من ناحيه السبيسيفيتي، لان بيبقى السبيسيفيتي عاليه في ميموري سيلز وانتيجين سبيسيفيك. زي ما احنا قلنا لكم قبل كده احنا هنتكلم على الاي بي سي، والاي بي سي محتاجينها جدا لسبب واحد، بسبب ان التي لمفوسايتس ما بتعرفش تعمل ديتكت للباثوجنز لوحدها، فهي محتاجه مساعده. المساعده بقى دي بتيجي من الدندريتك سيلز والماكروفاج والبي سيلز، وده البروسيس اللي احنا بنقوله ده حاليا بيؤكد ان الانيت والادابتيف اميون سيستمز ورك توجذر. يعني احنا دلوقتي
الدنتريتك سيلز والماكروفيج دول يعتبروا تبع زي ما اتفقنا ان هي انيت، انما التي سيلز دي تعتبر ادابتيف. فهو من غير الانيت الانيت سيلز اللي هم الدنتريتك والماكروفيج التي سيلز مش هتشتغل اصلا. ف يعني حط الكونسيبت ده في دماغكم كويس جدا. ماشي، احنا عرفنا هما بيساعدوا، بس بيساعدوا ازاي؟ بيساعدوا عن طريق حاجة اسمها Major Histocompatibility Complex او MHC. ال MHC نوعين بيبقى او two classes، ال MHC class 1 and MHC class 2. زي ما احنا شايفين هنا ال antigen بيبقى ايه، في cytotoxic T cell او helper T cell CD4 plus أو cytotoxic CD8 plus T cells. ال MHC دايما بتبقى attached على ال بيبقى دايما attached على ال APC، وال ال T cells بعد كده بقى هي اللي بتلاقي أو detect ال pathogen اللي موجودة على ال MHC. ال MHC structure زي ما احنا قلنا في MHC class 1 and MHC class 2، ودي بتعتمد بقى ايه، يعني احنا ممكن نستخدم الـ MHC class 1 ممكن تستخدم، او الـ MHC class 2 ممكن تستخدم، بس كله متوقف على ايه، متوقف على احنا عايزين نستيموليت انهي، عايزين الاستيموليشن للـ CD4 ولا الـ CD8، وده هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله في السلايد اللي جاي. بس المهم دلوقتي ان احنا ايه نعرف الـ structure بتاع الـ MHC عشان نعرف الـ function بعد. فاحنا لو هنتكلم على structure فاحنا اهم حاجة ان احنا نعرف حاجتين او two binding site. ال binding site الاولاني اللي احنا لازم نعرفه ال peptide binding site، وال site التاني اللي هو ال T lymphocyte binding site. ال binding site بالنسبة لل MHC class 1 بيبقى ما بين ال alpha 1 وال alpha 2. هنا بقى بيبقى فيه زي ما احنا شايفين هنا في الرسمة اللي قدامنا دي، ال binding site بيبقى هنا between the alpha 1 وال alpha 2، إنما بقى ال T cell بيبقى ال binding site في ال alpha 3. هنا طبعا ال beta microglobulin بس ما بقاش في أي binding من ناحية، إنما هنا في ال MHC class 2 molecule بيبقى فيه ال peptide binding site أو peptide binding cleft في بعض الكتب التانية، بيبقى ما بين ال alpha 1 وال beta 1، وال beta 2 بيبقى فيه ال binding لل T lymphocyte cell. دلوقتي احنا عرفنا ال function بتاع ال MHC ان هي بتقدم ال peptide لل T cells. ليه؟ عشان ال T cells ما بتعرفش تعمل detection لل pathogens لوحدها، يعني مساعدة من الاخر. ازاي بقى ايه، احنا قلنا دلوقتي كلمة peptides، ازاي بقى ال peptides دي presented وازاي اساسا بناخدها من الاول من pathogen، وده بيخلينا نتطرق لموضوع ال endogenous وال exogenous pathway. هنبتدي بال exogenous pathway. exogenous pathway بيستخدم ال MHC2 علشان ندي ال peptides أو نخلي ال CD4 detect ال pathogen باستخدام ال MHC class 2. اللي بيحصل هنا بيحصل two processes. البروسيس الأول بيبقى ال breaking of peptides from the pathogen، وده بيحصل في الإنزيم. خلي بالكوا هنا برضه في الرسمة اللي على الشمال دي هتلاقوا إن ال pH بينزل من ال pH 6 في ال early endosome لل pH 4.5 في اللايسوزوم. فاحنا المنتج بقى الآخر اللي هو البيبتايد بقى نفسه بنلاقيه في اللايسوزوم عند ال pH 4.5. إنما بقى في نفس ذات اللحظة يعني بيحصل إيه، ال MHC بيبقى في الإندوبلازميك ريتيكولم حتة جوه السيل، تمام؟ في الحتة دي بيبقى فيه انفرينشين أو الأي، الـ LID أو الـ Invariant Chain بتعمل attachment للـ Peptide Binding Group، تمام؟ الـ attachment دي بتحصل عشان الـ Invariant Chain بتاخد الـ MHC بتوديها للـ Early Endosome، وفي الـ Early Endosome الـ Invariant Chain دي بتتكسر وبيجي مكانها حاجة اسمها Clip، والكليب دي بقى برضو بيحصل كام بروسيس كده وبتتكسر في الآخر. في اللايسوزوم بيحصل ان ال MHC والبيبتايد بيعملوا كومبلكس اسمه MHC peptide complex، وكده البيبتايد بقى على ال MHC ممكن ال CD4 T lymphocyte
ديتكت الباثوجين نفسها وبتعمل بقى ايه الفانكشن بتاعتها. انما بقى في الناحيه الثانيه بقى في الاندوجينس باثوي احنا بنستخدم الام اتش سي كلاس 1، البروسيس دي بتبقى يعني شكلها معقده شويه، بس هي مش معقده ولا حاجه. زي ما احنا عارفين الام اتش سي دايما بتبقى في الاندوبلازميك ريتيكولم، بس الفرق هنا بقى ايه ان البيبتايدز موجوده في السيتوزول، وبناخد بقى البيبتايدز عن طريق تاب 1 وتاب 2 بيجيبوا البيبتايدز دي للاندوبلازميك ريتيكولم الام اتش سي موجوده هناك فيه. وفي نفس ذات الوقت برضه بيبقى الكالسيترولين بتاخد الام اتش سي بتوديها عند حاجه اسمها تابسن، والتابسن دي بتاخد البيبتايدز بتوديها للام اتش سي، والام اتش سي بيحصلها فولدنج وبتطلع على السيرفس اوف ذا سيل. وبكده احنا خلصنا السكشن الاولاني. الاوفر فيو احنا اتكلمنا على السيلز ان انيت اميون سيستم، لا سوري السيلز ان اميون سيستم عموما، وبعدين تطرقنا بقى للانيت والادابتيف اميونيتي، وبعدين شفنا برضو في الرسمة هنا ازاي في فرق بين الانيت والادابتيف، ان الانيت بتبقى السبيد بتاعها سريع جدا انما ما تبقاش فيري سبيسيفيك زي الادابتيف. اتكلمنا برضو على الاي بي سي والام اتش سي وازاي ان التي لمفوسايد محتاجة مساعدة عشان ديتكت الباثوجنز، والمساعدة دي بتقدمها الانتيجين بريزنت الاي بي سيز باستخدام الام اتش سي كلاس 1 او كلاس 2. وشفنا طبعا ان الستراكشر بتاع الام اتش سي، ان طبعا يعني الام اتش سي كلاس 1 وكلاس 2 هما الاثنين ام اتش سي طبعا، بس كل واحده فيهم حاجات مختلفه. واتكلمنا عن الاكسوجينس والاندوجينس باث واي، ازاي البيبتايدز دايجستد اند بريزنتد تو ذا ام اتش سي بريزنتد سوري تو ذا تي سيلز. شكرا يا رب اكون بس الاول خليت الموضوع سهل، ولو عايزين اي حاجه طبعا في الكومنتات انا ان شاء الله اساعدكم، وان شاء الله اخلي كل حاجه سهله بالنسبه لكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.